كيف رأيت بداية هذا الموسم وأداء لعيبة النادي الأهلي وأداء بيتسو موسيماني كمان؟ طبعا لا، البداية مثالية حتى الآن، 4 انتصارات متتالية، حصيلة أهداف جيدة، منهم مباريات بتبقى صعبة أصلا على النادي الأهلي عموما عبر تاريخه، لأن المنافسين بيبقوا بيلعبوا بشكل دفاعي كبير جدا، زي مثلا مباراة المقاولين وزي مباراة البنك الأهلي. كانت طبعا مشكلة للأهلي الموسم الماضي مع البنك الأهلي مباراتين، فالأهلي قدر الموسم ده ان هو يكسر الحته دي. طريقه لعب جديده بنشوف بيها الاهلي برده مع بيتسو موسيماني، قدر ان هو يعني يغير بيها شكل الفريق، وكمان بتدي تنوع ان هو بيبتدي مثلا ب 3-4-3، بعد كده ممكن وقت المباراه تتغير ل 4-2-3-1، بعد كده يرجع تاني 3-4-3. يعني في تشكيله لطيفه من اللعيبه، وكمان طرق لعب جيده. اكيد لازم مع كل مباراه بيبقى فيه اخطاء بتتصلح، وده وارد، لان في الكره زي ما احنا شايفين وبنتكلم هنا دايما عن حتى الكره الاوروبيه، مفيش مثاليه، مفيش نادي بيعمل كل حاجه صح بنسبه 100%، ولكن الانتصارات دايما بتخلي تصحيح الاخطاء بيبقى بشكل جيد. وكان طبعا اهم ميزه في الموسم ان الاهلي بعد اول 3 مباريات، منهم طبعا مباراتين مهمين كان الاسماعيلي والزمالك، قدر ان هو يكسب ال3 مباريات وحصل التوقف الدولي، فكان في هدوء بشكل كبير. طبعا لو لا قدر الله كان في نتيجه ما مش جيده، كان ممكن التوقف الدولي يبقى فيه توتر، خصوصا ان عارفين ناس كتير بتحاول دايما هي تتصيد الاخطاء. ولكن اجمالا حتى بعد الاهلي لما رجع من فتره توقف، ورغم الاجهاد اللي كان على لعبته، مباراه المقاولين كان في اداء جيد جدا، كان في طرق لعب جيده. كانت المشكله ان يعني الجانب الهجومي ما كانش بيستثمر الفرص بشكل الامثل، يعني محمد شريف لو كان قدر في فرصتين اللي جول الشوط الاول خلص على طول كان يفتح الامور، ولكن ده وارد، وان شاء الله المباريات اللي جايه الاهلي يقدر يتدارك الامور دي. يعني